يسعد أوقاتكم طلابي الأعزاء، أتمنى تكونون بصحة وعافية. اليوم محاضرتنا هي عن الـ Operative وتحديداً الـ Complex Amalgam Restorations. طبعاً هاي المحاضرة راح تكون آخر محاضرة بمحاضرات الـ Preparation اللي يخص الـ Amalgam، بعدها راح نتقدم لمحاضرات الـ Procedures الأخرى اللي هي Lining والـ Condensation والـ Carving وهاي التفاصيل. طيب، شنو هي الـ Complex Amalgam Restorations؟ هي من اسمها Complex معناتها الـ Amount of Tooth Structure that I've lost هو أكبر من الـ Ideal Cavity خلينا نقول، ولما يكون عندي One Cusp أو More than One Cusp I've lost it because of caries أو Fracture أو ولما أحتاج بالتالي أنه أسوي له Capping لهذا الـ Cusp، Capping بمعنى أنه أغطي، أو لما يكون أحتاج يعني more resistance أو retention حتى I keep my filling inside the cavity، يعني بمعنى إنه تكون retention resistance forms اللي استخدمها بالحالة التقليدية غير كافية حتى تأمن لي ال resistance والretention. شنو indication of complex amalgam restoration؟ راح استخدم الكومبلكس لما يكون عندي حالة البلب او البريدنتال تشو بالنسبة لي questionable، ما اعرف البروجنوسيس مالتها، هل هي بالمستقبل راح يصير بعد مستقبل قريب راح يصير بيها خلينا نقول يصير نون فايتال توت او يحتاج اندو، او مثلا عندي بريدنتال ديزيز يصير عندي انفلاميشن وهكذا، فمن انا بهالحاله الحاله البروجنوسيس او الانذار مالتها questionable بالنسبه لي، فما اريد اروح اتجه اسوي ريستوريشن مثلا اغلى او اكثر تعقيدا بالنسبه للمريض، فاكتفي بهذا النوع من الريستوريشنز. بالاضافه لما يكون عندي هو الكاريز بحالة acute و severe caries، acute يعني هن ونفرض انه الانتشار الكاريز كبير او حاد بالنسبة للمريض، فما اكل كل السن، ما اخذ كل السن، ما بقي غير جزء بسيط من التوث ستركتشر، وسيفير يعني هواية مثلا patient bad oral hygiene، فاني ما راح اروح اختار مثلا restorations مثل نفس الفكرة، راح اختار له restorations highly aesthetic and expensive، واني كل الحالة بالنسبة لي هي acute او severe. ممكن ايضا استخدم التوث يكون كفاونديشن الى bridge، مثلا هذا مثلا عندي هنا missing tooth هذا، وهذا التوث راح احتاجه abutment من ضمن bridge، فايضا اسوي له build up بـ complex amalgam restoration واعتمده كفاونديشن او abutment من ضمن bridge. شنو هو الكونترا انديكيشن لهاي كومبلكس امالغام ريستوريشن؟ كونترا انديكيشن لما يكون عندي اني هذا السن بمنطقة استاتيك، احنا اكيد متفقين انه الامالغام هو نون استاتيك فيلينج، لونها فضية، لونها رمادي، فما حستخدمها بالمكانات اللي تكون واضحة، بما فيهم طبعا البريمولر، البريمولر لما يكون عليه كونسيرن من قبل الاستاتيك كونسيرن من قبل البيشنت، أو في بعض الأحيان يكون كمية الـ loss بالtooth structures كبيرة إلى درجة إنه أنا إذا سويت filling زهنانة ما راح تكفيني إنه أرجع الـ function والـ health of the tooth بالإضافة إلى الـ periodontal tissue، فأني هنا إش قد ما أحاول إنه أسوي filling مالتي مرتبة ما راح أقدر أرجع الـ contact مثلا between the two teeth أو الـ tooth structure اللي صار عندي بـ loss. فبهالحالة راح أحتاج أستخدم full crown حتى أرجع ال contact with adjacent tooth، أرجع ال contour الطبيعي، أرجع ال function، أرجع ال health مال ال periodontal tissue. طيب، مثل ما تذكرون لما كنا نكمل ال outline form مالتنا مالت ال cavity كنا نسوي شيء كلش مهم، نشيك إنه هل check ال resistance وال retention form مالتنا، نشيك انه هل عندنا unsupported enamel نشيله، عندنا undermined enamel نشيله، الاحظ انه هل الريتينشن والريزيستنس مين ماتي العاديه تكفيني انه تنطيني الريزيستنس والريتينشن،
في حال كان هذا الرزق ونفرض مثلا هنا أنا كمية التوست ستركتشر اللي باقي عندي قليلة بهذا المنطقة، فهنا أنا أتوقع يصير عندي فركتشر بهذا، فرح أحتاج أسوي له كابينج. هذا الكسب رح أحتاج أسوي له كابينج. شنو يعني كابينج؟ يعني أغطي، طبعا ما حأغطي بدون ما أسوي له كاتينج بالأول. فهنا أنا شون أحكم أنه هذا محتاج؟ طبعا أكيد مو بالنظر العشوائي، لكن عندنا رول لما يكون الويدث مالت الكافيتي مالتنا هو أكثر من ثلثين المسافة ما بين الانتركسبال ديستنس، المسافة بين التيب أوف ذا كسب إلى التيب أوف ذا كسب، كانت الويدث مالتنا هو أكبر من ثلث المسافة، أكبر من ثلثين المسافة هذه، فهي راح أتوقع هنا هذا يكون الجزء هو ويك فمعرض إلى الفراكتشر بالمستقبل، فراح أحتاج أسوي له كاتينج هذا الكسب وأسوي له كابينج أغطي. طبعا الكاتينج مالتي أكيد راح يكون بحيث يأمن فراغ للأمالغام ريستوريشن مالتي هو 2 ملي مثل ما متفقين، حتى ما يصير فراكتشر بالأمالغام. فهنا سوينا كاتينج بالبير بالسايد أوف ذا بير، سويتنا كاتينج وسوينا أمالغام ريستوريشن، والارتفاع مال هاي الريستوريشن مالتنا هو 2 ملي. طبعا لما اسوي كاتينج لازم I should follow the anatomy of the previous cusp، حتى لما اسوي فيلنج اقدر ارجع هذا الاناتومي نفسه، وبنفس الوقت اكون امنت uniform thickness for the restoration متساوي. طيب اجي احكم retention resistance means مالتي، فرضا الريتينشن ميز هنا أنا غير كافية انه بهاي الشكل من الكافيتي، غير كافية انه تأمن لي الريتينشن of my future restoration، فأكيد رح أحتاج وسائل ريتينشن ميز أخرى حتى تحافظ لي على الريستوريشن inside the cavity، فرح ألجأ أستخدم الكوفز، ممكن استخدم السلوتس، ممكن طبعا راح نجي نسولف عليهم كل وحده بالتفصيل، او احتاج جروفز وهكذا، وقد احتاج ايضا البنز او استخدم البوندينج سيستم اوف امالغام. كل هاي الوسائل شو هنا عندنا الكوفز هي عباره، او سوينا سلوتس، كلها هاي حتى تساعدني حتى أحصل ريتينشن أكثر للفولينج مالتي. طبعا هاي الريتينشن مينز هي أيضا تنطينا ريزيستنس مين للكافيتي للفولينج مالتنا عفوا، بحيث تبقى الفولينج inside the cavity، بالإضافة إلى أنه هي resistant to fracture. طيب بالأخير أكيد راح أبابع على الكافيتي وأشوف إنه كل ما سوينا طبعاً الفولينج أو العفواً preparation مالتنا بحيث هي تكون converged باتجاه الأوكلوزا، يعني طبعاً ضفت retention means أكثر، يعني كل ما سويتها converged أفضل. هاي نقطة. نقطة الأخرى إذا نتذكر كان عندنا pulp floor والجنجايفال فلور أيضا لازم يكون as flat as possible، هاي كلها هي من وسائل الريتينشن والريزيستنس، أقوى من وسائل الريزيستنس فور، وأيضا يكون هذا perpendicular via long axis of the tooth. طبعا إذا نريد نشرح شوية أعمق عن الـ secondary retention means، فرح نقول هي عندنا مثلا الكوفز، الكوفز هنا هذا عندنا كوفز، هذا كوفز، هذا كوفز، وهذا كوفز، اللي هي شنو راح تكون prepared بالhorizontal plane، وعندنا locks، هذا locks، يعني locks راح يكون prepared بالvertical plane. طبعا في بعض المصادر locks هو مسميه groove، أتذكروا لما كنت أقول لكم groove يكون بال نرسمه بالاكسيوليبيال لاين انجل ويكون هذا اتجاهها، ففي مصادر اخرى نسميها لوكس، هذا اللوكس وهذا الكوفز، الكوفز تمام، واحد بالهوريزونتال والثاني بالفيرتيكال، اما السلوتس فهذا اللي يكون بالجنجايفال سيتس، هذا
تمام ويبتعد عن الدنتينو انامل جنكشن بمسافة اتليست نص مليم ويكون الدبث مالته باتجاه البولبول ايضا اتليست نص مليم هنا هذا واحد مليم راسنا لكن هو عندنا اقل شيء نص مليم طبعا راح نجي نحكي بالتفصيل اكثر عن البنز وتفاصيله والاشياء اللي تخصه pin retained amalgam restoration شنو هي هي الريستوريشن اللي راح تحتاج الى انه نستخدم لها one pin او more one pin حتى نحصل على adequate resistance retention forms طبعا اكيد فيها disadvantage شنو هي disadvantage يعتبر الـ insertion of pin هو more conservative than طبعا هو مو conservative بالمطلق لانه اكيد الكافيتي العادية مالتنا هي conservative لكن احنا هنا اذا نجي نعتبرها conservative مقارنة بوات مقارنة بالكراون preparation لانه هاي الكافيتي هي اكيد اقل من انه اسوي preparation ككراون بالاضافة الى انه preparation للpin hole هو يعتبر اكثر conservative من السلوتس باو هنا أنا السلوت هذا preparation مالته وايد في حين البن placement تحتاج small preparation بالإضافة إلى أنه هاي الطريقة هي time saving بمعنى أنه إحنا بجلسة واحدة ممكن نكمل للpatient كل الفيلنج مالته أحسن من ما أسوي له preparation crown وأجزها للمختبر وأحتاج second visit حتى أسوي لها cementation بالإضافة إلى أنه الresistance والretention اللي ححصله الهاي فيلنج يعتبر جيد جدا بالنسبة له حطيناها بن مقارنة فرضا انه انا ما حاطة غير بس كوفز ولوكس وهاي التفاصيل وبالاضافة الى انه less expensive او خليني اقول cheaper than الكاستد اللي هو الكراون preparation بالمقابل فانه اكيد هاي الطريقة disadvantage انه لما يكون عندنا كمية دنتين قليلة بالتوس ستركتر فراح يكون عندي صعوبة من ان اسوي البنتريشن واحضر البن هول مالتها بالاضافة الى انه اثناء البروبريشن مالتي فهاي العملية تسوي ستريس داخل الدنتين وفي بعض الاحيان ممكن اسوي بنتريشن للبولب او اسوي مثلا بنتريشن للتوس سيرفيس اكسترنال توس سيرفيس مثلا هنا خطأ من عندنا ممكن يؤدي إلى أنه أنا سويت penetration لل external tooth surface أيضا من advantage مالتي أنه أحتاج 4 mm clearance مثلا هسه هذا البن يعتبر طويل زيادة فأنه لازم فوقها at least 4 mm حتى تكفي لل restoration of this is enough room for my restoration هسه نجي نسولف عن الـ types of pins عندنا 3 types of pins self-threaded هذا هو self-threaded I'm sorry انه راح يكون التسلسل عليكم شوي متخربط اول شيء عندنا self-threaded هذا النوع من الـ pins هو الاكثر الانواع بـ retention تشوفون هاي الـ threads اللي بي وهو عن طريق هاي الحلزنات او الـ threads راح يعني finding its way عن طريق ال resiliency of the dentine ويصير locked inside the dentine ونحتاج تقريبا ال pinhole مالتنا 1.5 إلى 2 مليم كافي بالنسبة له طبعا هذا النوع اللي هو عن طريق هاي ال threads أو serrations اللي بيه بما أنه موجودة فرح تسلط خليني أقول stress horizontally و vertically على ال tooth structure إنه هي رح إحنا ال pin holes مالتنا حتكون أقل بمقدار 0.1 من المليمتر أصغر من عرض ال pin نفسه حتى أجي أني أحشرها حشر أحشر ال pin حشر بالتالي من راح تنحشر هنا عن طريق هاي السريشن كل واحدة من هدها حتسلط ضغط لاترالي على التوث ستركتشر وفيرتيكالي
فهنا أنا احتمال يصير عندي creasing lines بالdentine surface. هو أفضل أنواع البنس كريتينشن. النوع الآخر اللي هو السمنتد بن. السمنتد بن مثل ما تلاحظون هنا surface مالته ما بيها serrations، وبالعكس هنا أنا هحتاج حتى أحفر البن هول مالتي حتكون أكبر بمقدار 0.05 مليمتر أكبر من البن بحد ذاته، حتى يكون عندي space هنا لللوتينج ماتيريال، وأقدر أستخدم أي أنواع لوتينج ماتيريال، سمنت لوتينج ماتيريال، ممكن يكون زنك فوسفيت أو البوليكربوكسيليت سمنت. طبعا هذا النوع ما بي هاي الستريسز على الدنتين، لأنه إحنا أنا ما حشرنا، إحنا بالعكس بكل انسيابية فوتنا، لكن أكيد الريتينشن مالته أقل بهواية من السيلف ثريدد. والبن هول اللي راح احتاج احفرها احتاج احفر تقريبا شي 30 مليم حتى مثل ما خليني اسميه اساس، كونت اساس اكثر حتى يمسك مع التو ستراكشر. النوع الثالث اللي هو الفريكشن لوك، هذا هو الفريكشن لوك، هذا بي سيريشنز بس مثل ما تلاحظوا هاي يعني متفرقه. هذا ايضا النوع راح يكون البن هول مالته اقل، الهول اصغر، الهول مالتنا راح يكون اصغر لكن مو مثل النوع الاولاني، راح يكون اصغر بمقدار 0.025 ملم اقل من البن، وايضا عن طريق الحشره والريزيلنسي مال اللنتين راح يكون ريتيند اتس بليس. وهذا النوع راح يكون اكثر ريتنتيف من السمنت. طبعا احنا قلنا هذا this is the best، هذا راح يكون مرتين الى ثلاث مرات اكثر retentive من ال cemented type. شو هي الفاكتورز اللي affecting the retention of pin in dentine and amalgam؟ عندنا 4 factors. اول شيء type of the pin، قبل شوي حكينا عن ال types of pin وقلنا انه self threaded pin هو اكثر انواع retentive، بعدين وراها يجي الفريكشن لوك، والسمنتد هو اقل انواع البنز يعطينا retention. النقطة الاخرى اللي هي self surface عفوا characteristics اللي هي خلينا نقول صفات surface مال البن. مثل ما نلاحظ انه البن بي serrations، فعدد هاي السيريشن وش قد مرتفعة ارتفاعها، كل هاي النقطتين تأثر على الريتينشن مال هذا البن inside the dentine and the restoration. كل ما كانت أكثر كل ما كانت تنطيني ريتينشن أكبر، لذلك إنه الشيب مال السلف ثريدينج بن راح تنطيها الجريتست ريتينشن، لأنه الثريدز أكثر والإليفيشن مالتها أعلى مقارنة بالأنواع الأخرى. النقطة الثالثة اللي هي الأورينتيشن والنمبر والدايمتر. طبعاً كل ما كانت الإنسرشن مالت البنز إن أنن بارلل مانر، إن أنن بارلل مانر يعني ما كانوا موازين لبعض، كل ما أنطاني ريتينشن للريستوريشنز أكبر. بالإضافة إلى أنه يعني مثلا هذا البن طويل، لازم طبعا احنا حكينا انه نترك مسافة عن الكلوزر 4 مليمتر، فراح نحتاج نسوي لكاتينج. فرضا بعد ما سويت لكاتينج راح اشوف انه هذا الجزء راح يصير انترفير ويا الاكسترنال سيرفيس مالتي، فاحتاج ان اسوي له شوية باندينج. طبعا هذا الباندينج البسيط ايضا راح يزيد لي من الريتينشن مال الريستوريشن مالتي، لكن لازم أكون حذرة وأسوي البيندينج بالإنسترومنت الخاصة بي. مثلا هنا بدي حاول يسوي بيندينج بالإنسترومنت الغير صحيحة، هاي العملية البيندينج incorrect. ليش؟ لأنه أثناء البيندينج ما تبها الاتجاه هنا الدنتين بهاي المنطقة weak، فرح ينتهي أنه ممكن يسوي لي فراكتشر بالدنتين بهاي المنطقة، بالإضافة إلى أنه الاكسسيف بيندينج بالطريقة الغير مدروسة أيضا ممكن يسوي لي فراكتشر بالبن بحد ذاته. وأيضا لازم أراعي أنه أبتعد
عن الـ external surface between pin and will external external surface لل finished restoration يكون at least 1 millimeter. والنقطة الأخيرة أيضا extension of pin inside the dentin لازم تكون عندي الoptimal هو يكون 2 ملي. يعني لاحظوا هسه هنا عندنا هذا السيرفيس هو مو فلات، فبدنا نحاول نسوي درلينج، حافة الدرل هنا نضطخ، بالتالي هنا ايش راح يصير عندي؟ راح تصير uneven depth للبن، وبالتالي راح يكون هنا non retentive، بالإضافة إلى أنه الانسرشن أكثر من 2 مليم هو غير أو contraindicated، لأنه هنا راح أعرض الستريند مال الدنتين مالتي والأمالغام ريستوريشن إلى خطر أكثر.